بلال، الله، وكم أحب هذا الاسم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شق عليه أمرا يقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، فهو مؤذن الرسول بلال. لكن إيه معنى بلال؟ بلال من البلل والندى، والمعنى الماء، معنى بلال الماء، والبلال جمع البلل، ويدل على الارتواء من العطش. يعني بلال الارتواء من العطش. ايه هي صفات بلال الجميل ده؟ بلال يعني الثقة العالية بالنفس، يتحمل المسؤولية، يمكن الاعتماد عليه، يساعد الآخرين، صادق، واضح، طموح، متواضع، يكره الكذب والنفاق، لا يحب الغرور، فهو طموح جدا، أنيق جدا، يحب السفر، وسيم محبوب من الآخرين. بالتأكيد لازم يكون محبوب من الآخرين. يا بخت اللي عنده بلال. منشئ لبلال فورا واكتبوا لنا اساميكم في التعليقات. وايه وشكرا.